هون. لا لا لا، ايه ده صغير؟ اكتشف انها مفعوصة في كتاب الدراسات الاجتماعية. ياه، على مواقف زمان اللي مش بتخلص ابدا. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، وانتوا بتتفرجوا على حلقة النهاردة. وحشتوني قد الدنيا دي كلها. والنهاردة طلعلكوا بنضارتي المتواضعة، وده عشان حاجة واحدة بس، عايزين نرجع بالزمن لورا 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 قوي قوي قوي. وانا بصراحة حاسة ان النضارة مصغراني شوية، مش كده ولا ايه؟ مين فينا فاكر ذكريات ايام زمان؟ ياه، على ذكريات زمان، ذكريات المدرسة والذكريات الجميلة دي. انت كداب ابو صلاح. كنت بحس كده انها بتكون شخصيتنا، عشان كده كان ساعتها بيبقى لنا افكار وماتيريال نقدر نقدمها للدكتور النفسي لما نكبر. بهزر بهزر. بعيدا بقى عن المدرسة والصحيان البدري، اللي هو يعني بدري قوي زيادة عن اللزوم، لدرجة اني كنت بصحى بدري قبل الإذاعة المدرسية. في حد يصحى قبل الإذاعة المدرسية؟ بغض النظر بقى عن لما كنت بصحى بدري ايام المدرسة، بحس ان في حد دلق عليا جروف رملة في عينيا. خناقتي انا وماما على كوباية اللبن الصبح قبل المدرسة، يا اقسم بالله لأقطع الخرطوم على جسمي. يلا. طبعا ما كانش في حاجه اسمها لانش بوكس، استغفر الله العظيم، كانت عباره عن كيس ابيض كده هو بتاع الساندوتشات ده، وجواه رغيفين فينو محشيين جبنه بطماطم دبلانه، طبعا لحد ما نستنى للفسحه اللي بتبقى في الحوش تحت. باليوم بقى لما ماما تطق في نفخها وتحط لي موزه جوه الشنطه بتاعتي وانا ما كنتش عارفه. طب ليه؟ وللاسف انساها. اليوم اللي بعده في المدرسه اكتشف انها مفعوصه في كتاب الدراسات الاجتماعيه. على مواقف زمان اللي مش بتخلص ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني طلعنا ده، قول السؤال تاني. بس ساعتها اللي كان بيصبرنا هي العاب زمان، العاب جيل التسعينات طبعا. يعني اللي ما يعرفش الالعاب دي غالبا يعني هيكون مولود السنه اللي فاتت. مش عايزين نرغي كتير، اني اشتريت شويه حاجات لوز كلها من امازون، عباره عن العاب جيل التسعينات. يلا بينا نفتحهم مع بعض ونستمتع. يلا بينا نفتح ده ونشوف هو عباره عن ايه. ده جامد قوي، مش هتصدقوا ده ايه. لا 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 لا، ده بلي. الله الله، بجد انا مهما كبرت عمري ما هبطل احب البلي. شايفين بس الصوت؟ الصوت تحسوه ان هو بيفكركم بعشر سنين لورا. ازاي الدلق يا جماعه؟ هو مقفول تقريبا. يعني مفيش حد مش هيبقى عارف البلي يا جماعه، انا اعتقد يعني حاجه معروفه قوي، بس هنعتبر يعني ان في ناس ما تعرفش ايه هو البلي ده. البلي ده يا جماعه تحس ان هو كور كده شبه السيراميك، وفي منه نوع كمان زي الازاز الملون كده. كان بيتلعب بالعاب كتير قوي، اسمهم ايه؟ احاول افتكر. كان في حاجه اسمها طقشه. بجد انا وماما وبابا واخواتي، عايزه اقول لكم، تحسوا انه مثلا احنا ممكن لو احنا نلعب اربعه مثلا نحفر حفره في الشارع مثلا او في اي حاجه، احنا عارفين انت اللي هو او كده لحد ما البليه تجري، ولو وقعت في الحفره فالشخص ده المفروض ان هو كسب يعني، وبيلم باقي البلي من الناس كلها. حاسه انا الفتره دي ليها العاب كتير قوي 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 يعني، لو انتوا عارفين اكتبوا لي تحت في الكومنت. ولكن هي لعبه محبوبه جدا جدا جدا، ومبسوطه قوي ان انا جبتها، لاني بجد بجد هحاول العب بيها. يلا بينا نشوف الحاجه اللي بعدها. دلوقتي بقى هفتح اشوف في حاجه زي الكرتون. بجد مش هتصدقوا، اسمه اتاري. ده بقى من اكتر الحاجات اللي انا كنت بحبها قوي قوي قوي، وكان اي حد ممكن يسافر السعوديه او كده لازم كان يجيب لي منه. شكله عايز حجاره. طيب يا جماعه، ما كانش عندي حجاره للاسف، فات الحجاره بتاعه الريموت التلفزيون، وهحاول نحطها مع بعض. شوفوا بقى شغال ولا لا. لو الاتاري ده مش شغال مش هنبسط. لا لا لا، هزعل بجد. ومن قوي 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 قوي، من اكتر الالعاب اللي انا كنت احبها يعني. بصوا شايفين، المفروض ان احنا يعني بصوا. لا لا لا، عايز اعرف دي لعبه ايه، لان الاتاري ده لو انتوا تعرفوه يعني بيبقى فيه كذا لعبه. انا حاسه ان انا نسيت، مش فاكره بتتلعب ازاي بصراحه. عملت ريسيت، مش عايزه يعني اقعد العب واسيبكم، بس شكله هو ده اللي هيحصل. فعلا مبسوطه
قولوا لي بقى في الكومنتس لو انتوا عارفين الاتاري، ولو انتوا حبيتوه برضو قولوا لي تحت في الكومنتس. كنت عايزه اقول لكم كده كلمتين يعني قبل ما اشوف حاجه تانية. ده زمان كان بجد يا جماعه قمه في التكنولوجيا، ده انتوا مش متخيلين بجد انه كان قمه التكنولوجيا. فبس يلا بينا نشوف اللعبه اللي بعد كده. دلوقتي بقى هنحاول نفتح حاجه تانية. انا بفتح الحاجات دي معاكم لاول مره، عايزه اقول لكم مش عارفه اصلا ايه اللي جوه يعني. ها ايه ده؟ في حاجه كبيره وفي حاجه صغيره. نبتدي بالصغير. يا جماعه شايفين الحلاوه؟ يويو ده كنت بحبه قوي بجد يا جماعه، انا بعشق اليويو، كنت بحب قوي العب بيه. وكان بقى ايه اللي هو بقى بندخل بقى في تشالنج بقى ومين هيكسب ومش عارف ايه جماعه بجد فكرني بجد بايام زمان قوي. بصوا الجمال بجد. فاكرين يا جماعه كان في مسلسل على سبيس تون كان كله بيتكلم عن اليويو، وكان في ناس كتير قوي، مش ناس، كانوا طلبه في جامعه تقريبا وكانوا بيلعبوا اليويو ده. انا كنت بعشق المسلسل ده. المسلسل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ اديني في الكومنتس بسرعه. المسلسل ده كان اسمه حاجه معروفه قوي، ولا بجد انا كنت ممكن اسيب كل اللي ورايا واللي قدامي واقعد قدام المسلسل ده انا واخواتي. كان اسمه ايه يا نسمه؟ ايوه افتكرت كان اسمه بليزنج تينز. انا طبعا ما افتكرتش يعني ولا حاجه، بس دخلت على جوجل وبعدين عرفت اسم المسلسل. يعني استنوا بقى، المسلسل ده كان فيه اغنيه انا كنت بعشقها، دي بقى اللي بجد انا كنت فاكراها. بتقول ايه؟ هذا في النهار قوة في الحياة. بصوا خلاص انا مش فاكرة بصراحة، انا هوريكوا بقى هما كانوا بيعملوا بيها ايه. واحدة عشان انا لازم اقوم. بصوا يا جماعة بيعملوا كده، لازم افرجكوا بجد كانوا بيعملوا ايه. الله يا جماعة انتوا مش متخيلين هو حلو ازاي بجد، تحفة. بصوا بقى كانوا بيقعدوا يعملوا ازاي. كانوا بيقعدوا يعملوا كده يا جماعة. بص في وشي لمده 10 ثواني او بحاجه تخسر. انتوا مش هتصدقوا ان انا كنت شاطره قوي فيها، وكنت بجد بقعد اعمل حركات يا كداب. اتعقدت يا جماعه. تحفه تحفه تحفه. قبل ما ندخل على اللعبه اللي بعد كده ما تنسوش تحطي لايك للفيديو ده وتبعتوه لكل صحابكم، وعايزه بقى كومنت حلو زيكم. يلا بقى نشوف ايه اللعبه اللي بعد كده. عباره عن انا مش فاكراها بصراحه، مش فاكراها قوي، ما حضرتهاش مش عارفه، فانتوا قولوا لي لو انتوا حضرتوها. المشكله فيا انا، مش فاكره ان انا حضرت حاجه زي كده. وده عباره عن بيض بالشكل ده، واحنا بقى ايه مش عارفه ظاهر عندكم ولا لا، واحنا بنحاول بقى ايه نركبه بالشكل ده. مش عايزه تركب، مش عايزه يا جماعه، استنوا نجرب واحده ثانيه. بلس اللي هو زائد، كله بالشكل ده بقى. بصوا كل الحاجات بالشكل ده، نجوم بقى وبلس وماينس وحاجات كده. يعني انا بصراحه يعني مش فاكره اللعبه دي قوي يعني، بس حاسه يعني ان ايمو هينبسط قوي 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 باللعبه دي بصراحه. حاسه ان هو بجد هينبسط بيها جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بيحب قوي يفتح الثلاجه وياخد البيض بقى، فانا هحط ده مكان البيض الحقيقي اللي في الثلاجه، واكيد هو مش هيعرف يعني، وكانه بيض حقيقي. يلا بينا نشوف ايه اللعبه اللي بعد كده. ده بقى اخر كيس معانا للاسف، مش عايزه الاكياس تخلص من كتر ما انا مبسوطه قوي وانا بعمل انبوكسنج كده واقعد افتح واقطع في الاكياس كده. هو في كذا حاجه هنا. اول حاجه مجله سوبر ميكي. شايفين يا جماعه؟ انتوا بجد مش متخيلين انه زمان ما كانش فيه بيت مش موجوده فيه مجله ميكي. شوف صفحات اصلا يحسسنا بالسعاده والله العظيم. يعني انا دلوقتي حاسه ان انا مبسوطه قوي 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 بالقصه. انا حاسه ان انا هقعد ايه اقراها كده قبل ما انام، ولما ابقى زهقانه او متضايقه او كده هحاول بقى ايه افتح المجله دي، احاول يعني احكي لنفسي قصه بطوط. مثلا اذا كانوا يقومان مثل ما كانوا يفعلان من قبل، ساشعل حرب الريش من جديد، فذلك بالتاكيد من اجل البط. لنهرب بسرعه، هذه البطه لن تتركنا. ايها البطبوط خذ ملابسك هذه المضحكه، انا سوف استقيل من هذا الجنون. ماذا حدث لك ايها البطبوط؟
لقد أصبت في رأسي. اسمع يا فتى، الكنز الحقيقي ليس في الثروة إنما في الرحلة. دي أكتر جملة عجبتني في مجلة ميكي. طبعا انا يعني كان بودي اقرا لكم المجله كلها بصراحه، ولكن انا بحب اقرا لوحدي بصراحه. فيلا بينا نشوف اللعبه اللي بعد كده. تاني حاجه بقى معانا حاجه كده يا جماعه شبه الكوتشينه، اسمها يوجي. كنتوا تعرفوها ولا لا؟ بس انا فاكراها بتيجي على سبيس توم برضو. هي حاجه يعني خاصه بالانيميشن والورق، اكيد حد فيكم هيفتكرها. هي اسمها يوجي، هي حاجه خاصه بالانيميشن وبتتلعب بالورق كده زي الكوتشينه. بصراحه يعني يا جماعه انا مش فاكره هي بتتلعب ازاي، ولكن انا مش هسيبها في حالها طبعا. انا هدخل على جوجل وهحاول اعرف لعبه يوجي دي بتتلعب ازاي عشان احاول استرجع ذكرياتنا بتاعه زمان. بصراحه مش فاكره غير ان انا كنت بشوفها على سبيس تون، حتى مش فاكره مين اللي كان بيلعب اساسا يعني. هحاول اجربها هقول لكم بقى اخبارها ايه. دلوقتي بقى اخر حاجه، لا مش اخر حاجه، هما اتنين. بصوا يا جماعه، عارفين الالعاب اللي هي بتبقى ساتيسفاينج قوي كده، حسسكم بانبساط؟ ولا انا لازم اقطعها اصلا، ملمسها مش طبيعي، هي طريه جدا. تحسوها كده لما اكون كده متعصبه قوي قوي قوي، اقعد اعمل كده العصبيه بتروح، يعني بتمتص الغضب في ثانيه. بس اللعبه دي يا جماعه مش من التسعينات ولا حاجه بصراحه، هي ممكن تكون مثلا يعني من 5-6 سنين كده. عارفين احساس كده لما ايمو يكسر لي البيت كله في الارض؟ المفروض ان انا اشيل بقى وراه وامسح وكده، كمان فوق ده كله بيعيط عشان متضايق ان انا اتضايقت. هقوم امسك دي فورا واقول لنفسي كوم داون كوم داون نسمه. اخر بقى حاجه معانا، بصوا يا جماعه الحلاوه، التليفون ده اللي هو احنا كنا بنجيبه للاطفال، يعني لما احنا كنا اطفال يعني ابهاتنا وامهاتنا كانوا بيجيبوها لنا. افهموا انتوا بقى. فقررت ان انا اقصها لاني انا مش عارفه افتحها خالص. بصوا هو اتنين، حاجه حلوه قوي ان اتنين عشان اخد انا واحد وايمو واحد بقى. اللي هو انا اصلا اعيل منه اساسا يعني. بصوا يا جماعه الحاجات دي كانت بيجيبوها لنا اهالينا زمان عشان يحسسونا ان احنا معانا موبايلات، يعني هو احنا كنا بنشوف الموبايل القديم وكنا بنتهبل عليه، فهم بقى ايه كانوا بيحسسونا ان احنا معانا موبايل شخصي خاص بينا واحنا لسه اطفال وصغننين بس معانا موبايل. يعني بس نشوف في ايه هنا. بصوا هي الزراير يعني جامده مش بتداس، هي شكل ومنظر، حتى الارقام اللي فوق شكل ومنظر، هي شكل ومنظر في الاول والاخر يعني. شكلها كيوت قوي ولذيذه جدا، متحمسه قوي اشوف الرياكشن بتاع ايمو اول ما يشوف حاجه زي كده. زعلانه قوي ان الالعاب كلها خلاص خلصت. لو عجبكم الموضوع يعني هعمل لكم بارت 2 وهجيب لكم العاب ثانيه من الالعاب القديمه عشان نفتحها مع بعض ونعمل انبوكسنج كده ونستمتع. بستمتع قوي وانا بفتح الالعاب، يعني قديم جديد، بس الالعاب عموما اصلا انا عاشقه ليها. وبس يا جماعه بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت. لو عجبكم الفيديو انتوا عارفين طبعا هتعملوا ايه. وبس استنوا حلقه جديده ويوم جديد ويومكم حلو. باي باي.